الخوارزمية الثانية من خوارزميات الهيورستيك سيرش هي خوارزمية بيست فيرست سيرش، البحث الأفضل. بيست فيرست سيرش is a way of combining the advantages of both depth first search and breadth first search into a single method. البحث الأفضل هي طريقة تجمع مميزات كل من depth first search والbreadth first search في طريقة واحدة. The actual operation of this algorithm is very simple. العملية الفعلية لهذه الخوارزمية بسيطة للغاية. It proceeds in steps, expanding one node at each step, until it generates a node that corresponds to a goal state. تستمر في الخطوات وتوسيع نود واحدة في كل خطوة حتى تولد نود تتوافق مع الجول ستيت. At each step, it picks the most promising of the nodes that have so far been generated but not expanded. في كل خطوة تختار أكثر نودز جيدة التي تم إنشاؤها حتى الآن ولكن لم يتم توسيعها. It generates the successors of the chosen nodes, applies the heuristic function to them, and adds them to the list of open nodes. After checking to see if any of them have been generated before, تولد successors خلفاء أو أبناء لهذه النود المختارة وتطبق الهيورستيك فانكشن على هذه successors وإضافة successors إلى الليست الخاصة بالأوبن بعد التحقق لمعرفة إذا ما تم إنشاء أي من هذه successors من قبل. By doing this check, we can guarantee that each node only appears once in the graph, although many nodes may point to it as a successor. Then the next step begins. من خلال هذا التحقق يمكننا ضمان ظهور كل نود مرة واحدة فقط في الجراف ثم تبدأ الخطوة التالية. In best first search, the search space is evaluated according to a heuristic function. في البحث الأفضل يتم تقييم فضاء البحث وفقا للهيورستيك function. Nodes yet to be evaluated are kept on an open list, and those that have already been evaluated are stored on a closed list. يتم الاحتفاظ بالنودز التي لم يتم تقييمها في الليست الخاصة بالأوبن ويتم تخزين النودز التي تم تقييمها بالفعل في الليست الخاصة بالكلوزد. The open list is represented as a priority queue such that unvisited nodes can be queued in order of their evaluation function. يتم تمثيل الليست الخاصة بالopen كcue ذات أولوية بحيث يمكن وضع النودز التي لم يتم زيارتها في الcue حسب الevaluation function لتلك النودز. The evaluation function fn is made from only the heuristic function hn. الevaluation function مصنوع فقط من الheuristic function.
حيث يتم تمثيل الـ evaluation function بهذا الشكل، حيث N تمثل A node والـ F تمثل الـ evaluation function لتلك النود. ويتم تمثيل الـ heuristic function بهذا الشكل، حيث الـ N تمثل A node والـ H تمثل الـ heuristic function لتلك النود. لذلك تكون على النحو التالي: Fn تساوي Hn، حيث الـ Fn مصنوع فقط من الـ Hn، لذلك الـ Fn يساوي Hn. Example: Search for G from A with minimum heuristic. المطلوب البحث عن الجول ستيت جي بدءا من الستارت ستيت A بأقل هيورستيك، أي سيتم ترتيب النودز من الأقل هيورستيك إلى الأعلى هيورستيك. نلاحظ هذه السيرش تري، يوجد بجانب كل نود رقم. هذا الرقم يمثل هيورستيك، والهيورستيك مثل ما ذكرت سابقا هو عبارة عن دالة توجه أو ترشد إلى الهدف. ويوجد أيضا على كل سهم موجود داخل هذه السيرش تري رقم. هذا الرقم يمثل أما كوست كلفة، أي كلفة الانتقال من نود إلى أخرى، أو يمثل distance مسافة، أي مسافة الانتقال من نود إلى أخرى. المطلوب الوصول إلى الـ goal state G بدءا من الـ start state A with minimum heuristic. في البداية نقوم بعمل جدول من عمودين. العمود الأول يمثل اللستة الخاصة بالOpen، والعمود الثاني يمثل اللستة الخاصة بالCloses. في الخطوة الأولى يتم وضع الستارت ستيت واللي هو نود A5 داخل اللستة الخاصة بالOpen، أما اللستة الخاصة بالCloses فلا يتم وضع شيء. بعدها يتم التعويض عن النود A5 بأبناء النود A5 واللي هم B4 C5 D3، أي ستصبح بهذا الشكل B4 C5 D3. بعد الانتهاء من معالجة النود A5 يتم نقل النود A5 من اللستة الخاصة بالOpen إلى اللستة الخاصة بالCloses. بعدها يتم ترتيب أبناء النود A5 with minimum heuristic، أي من الأقل heuristic إلى الأعلى heuristic، أي ستصبح بهذا الشكل D3 B4 C5. أما الليست الخاصة بالكلوز فتنزل كما هي. بعدها نلاحظ النود D3 واللي يحمل أقل heuristic على يسار الليست الخاصة بالOpen. عندها يتم التعويض عن النود D3 بأبناء النود D3 واللي هم C2 I5، أي ستصبح بهذا الشكل C2 I5 B4 C5، حيث النود C2 والنود I5 يمثلون أبناء النود D3، والنود B4 والنود C5 يمثلون أخوة النود D3. بعد الانتهاء من معالجة النود D3 يتم نقل النود D3 من اللستة الخاصة بالOpen إلى اللستة الخاصة بالCloses. نلاحظ في هذه الخطوة ظهور النود C مرتين داخل الليست الخاصة بالOpen، وفي كل مرة بهيورستيك مختلف، والمطلوب هو المينيمم هيورستيك، لذلك سيتم حذف النود C اللي تحمل هيورستيك عالي، أي سيتم حذف النود C5. بعدها نقوم بترتيب النودز المتبقية بعد الحذف
with minimum heuristic، أي من الأقل heuristic إلى الأعلى heuristic، أي ستصبح بهذا الشكل C2B4I5. أما الليست الخاصة بالclose فتنزل كما هي. بعدها نلاحظ النود C2 واللي تحمل أقل heuristic على يسار الليست الخاصة بالopen. عندها يتم التعويض عن النود C2 بابن النود C2 واللي هو F3، أي ستصبح بهذا الشكل F3B4I5. بعد الانتهاء من معالجة النود C2 يتم نقل النود C2 من الليست الخاصة بالopen إلى الليست الخاصة بالclose. بعدها نلاحظ النود F3 واللي تحمل أقل هيورستيك على يسار الليست الخاصة بالopen. عندها يتم التعويض عن النود F3 بأبناء النود F3. نلاحظ عدم احتواء النود F3 على أبناء داخل السيرج تري، لذلك يتم مباشرة نقل النود F3 من الليست الخاصة بالopen إلى الليست الخاصة بالclose. بعدها نلاحظ النود B4 واللي يحمل أقل هيورستيك على يسار الليست الخاصة بالopen. عندها يتم التعويض عن النود B4 بأبناء النود B4 واللي هم E3C1، أي ستصبح بهذا الشكل E3C1I5. بعد الانتهاء من معالجة النود B4 يتم نقل النود B4 من الليست الخاصة بالopen إلى الليست الخاصة بالclosed. بعدها يتم ترتيب النودز with minimum heuristic، أي من الأقل heuristic إلى الأعلى heuristic، أي ستصبح بهذا الشكل C1E3I5. أما الليست الخاصة بالclosed فتنزل كما هي. نلاحظ في هذه الخطوة ظهور النود سي مرتين، مرة داخل الليست الخاصة بالopen والمرة الثانية داخل الليست الخاصة بالclosed. ملاحظة مهمة جدا، إذا كانت النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen أفضل من النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالclosed، عندها يتم حذف النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالclosed وأخذ نسخة من النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen ووضعها مكان النود التي تم حذفها داخل الليست الخاصة بالclosed. بمعنى المطلوب minimum heuristic. نلاحظ heuristic النود C الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen أقل وأفضل من هيورستيك النود سي الموجودة داخل الليست الخاصة بالكلوزد، لذلك يتم حذف النود سي 2 الموجودة داخل الليست الخاصة بالكلوزد وأخذ نسخة من النود سي 1 الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen ووضعها مكان النود C2 التي تم حذفها من الليست الخاصة بالكلوز، أي ستصبح بهذا الشكل B4F3C1D3A5، أي تم وضع C1 بدلا من C2 التي تم حذفها من الليست الخاصة بالكلوز. بعدها يتم معالجة النود C1 حيث سيتم التعويض عن النود C1 الموجودة على يسار الليست الخاصة بالopen واللي تحمل أقل هيورستيك بابن C1 واللي هو F3، أي ستصبح بهذا الشكل F3E3I5. أما الليست الخاصة بالكلوز فتنزل كما هي. بعدها نلاحظ النود F3 تم ظهوره مسبقا داخل الليست الخاصة بالopen ومعالجته ونقله إلى الليست الخاصة بالclosed، لذلك يتم حذف النود F3 من الليست الخاصة بالopen، أي لن يتم معالجته لظهوره مسبقا. أما الليست الخاصة بالclosed فتنزل كما هي. المتبقي من الليست الخاصة بالopen بعد الحذف هي النود E3 والنود I5، أما الليست الخاصة بالclosed فتنزل كما هي.
بعدها نلاحظ النود E3 واللي يحمل أقل هيورستيك على يسار الليست الخاصة بالأوبن. عندها يتم التعويض عن النود E3 بابن النود E3 واللي هو G0، أي ستصبح بهذا الشكل G0I5. بعد الانتهاء من معالجة النود E3 يتم نقل النود E3 من الليست الخاصة بالأوبن إلى الليست الخاصة بالكلوزد. بعدها نلاحظ النود G0 وهو الهدف المطلوب الوصول إليه، حيث نلاحظ النود G0 يحمل أقل هيورستيك وعلى يسار الليست الخاصة بالأوبن، أي بمجرد وصول الجول ستيت على يسار الليست أوبن عندها تم الوصول إلى الهدف. بعدها يتم نقل الجول ستيت G0 من الليست الخاصة بالأوبن إلى الليست الخاصة بالكلوزد، والمتبقي داخل الليست الخاصة بالأوبن هي النود I5. يتم الحصول على الباث النهائي من آخر خطوة من خطوات الكلوزد، حيث الF لكل نود داخل الباث النهائي يساوي الـ H لكل نود موجودة داخل الباث النهائي، أي الـ F للباث النهائي سيكون بهذا الشكل: A5 D3 C1 F3 B4 E3 G0. مجموع الهيورستيك هو 19، لكن عند حساب الفاينل باث سيعتمد على الكوست او الديستنس ما بين النودز الموجودة في الفاينل باث، بمعنى كلفة او مسافة الانتقال من A الى A هو 0، من A الى D هو 4 إلى السي. ويجب الانتباه أنه هذه السي هي بنت البي، هذه السي بنت البي، والسبب هو تم استبدالها في هذه الخطوة لكونها تحمل أقل هيورستيك، فكلفة أو مسافة الانتقال هي 2، من السي إلى الاف 4، للبي 5، للإي 4، للجي 1. أي مجموع كلفة الانتقال أو مجموع المسافة ما بين النودز الموجودة داخل الفاينل باث تساوي 20. ملاحظة ثانية، إذا كانت النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالكلوز أفضل من النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالأوبن، عندها تبقى النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالكلوز وتحذف النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالأوبن، بمعنى نفرض في هذه الخطوة كانت الحالة عكسية، أي C2 داخل الليست الخاصة بالأوبن و C1 داخل الليست الخاصة بالكلوزد، والمطلوب هو المينيمم هيورستيك. عندها نلاحظ هيورستيك النود C داخل الليست الخاصة بالكلوزد أقل وأفضل من هيورستيك النود سي داخل الليست الخاصة بالأوبن، عندها يتم حذف C2 من الليست الخاصة بالأوبن، أي لن يتم معالجتها، وتبقى النود C1 اللي تحمل أقل هيورستيك داخل الليست الخاصة بالكلوست. Best Fair Search الجوريثم، خوارزمية البحث الأفضل.
سيتم تطبيق خوارزمية البحث الأفضل على المثال السابق لمعرفة كيفية عمل هذه الخوارزمية. Begin. Open. يتم وضع الـ Start State واللي هو نود A5 داخل الليست الخاصة بالـ Open. Closed. لا يتم وضع شيء داخل الليست الخاصة بالـ Closed، لذلك يتم تمثيلها بهذا الشكل List فارغة. While open لا تساوي list فارغة do. فعلاً الليست الخاصة بالopen لا تساوي list فارغة لاحتوائها على الstart state واللي هو نود A5. Begin. Remove the leftmost from open. Call it X. حذف النود A5 من الليست الخاصة بالopen ونطلق عليه X. If X تساوي goal, then return the path from start to X. حيث الـ X تمثل A5. والجول يمثل G0. A5 لا تساوي G0 else begin. Generate children of X. نولد أبناء النود A5 واللي هما النود B والنود C والنود D. For each child of X do. لكل ابن من أبناء النود A5 حيث سنبدأ مع النود B. Do case. الكيس الأولى The child is not already on open or closed. فعلا النود B غير موجود داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. Begin. Assign a heuristic value to the child state. تعيين heuristic value للنود B واللي هو 4. Add the child state to open. إضافة الـ B4 إلى الليست الخاصة بالـ Open. End. عندها ليس هناك أي حاجة للدخول إلى الكيس الثانية واللي هي The child is already on open أو الكيس الثالثة واللي هي The child is already on closed. والسبب هو عدم وجود النود B داخل الليست الخاصة بالـ Open أو الليست الخاصة بالكلوز. عندها يتم الذهاب إلى الابن الثاني من أبناء النود A5 واللي هو النود C. Do case. الكيس الأولى The child is not already on open or closed. فعلا النود C غير موجود داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. Begin. Assign a heuristic value to the child state. تعيين heuristic value للنود C واللي هو 5. Add the child state to open. إضافة C5 إلى الليست الخاصة بالopen. End. عندها ليس هناك أي حاجة للدخول إلى الكيس الثانية واللي هي The child is already on open أو الكيس الثالثة The child is already on closed. والسبب هو عدم وجود النود C داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. عندها يتم العودة إلى الابن الثالث من أبناء النود A5 واللي هو النود D. Do case. الكيس الأولى The child is not already on open or closed. فعلا النود D غير موجود داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. Begin. Assign a heuristic value to the child state. تعيين heuristic value للنود D واللي هو 3. Add the child state to open. إضافة D3 إلى الليست الخاصة بالopen. End. عندها ليس هناك أي حاجة للدخول إلى الكيس الثانية واللي هي The child is already on open أو الكيس الثالثة واللي هي The child is already on close. والسبب هو عدم وجود النود D داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. And put X on closed. وضع النود A5 داخل الليست الخاصة بالclosed. Reorder state on open according to heuristic best value first. إعادة ترتيب الستيت الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen وفقا للهيورستيك فاليو. والمطلوب هو مينيمم هيورستيك، أي سيتم ترتيب الهيورستيك من الأقل هيورستيك إلى الأعلى هيورستيك، أي ستصبح بهذا الشكل D3 B4 C5. And عندها يتم العودة إلى الوايل. While open لا تساوي list فارغة do. فعلا الopen لا تساوي list فارغة لاحتوائها على النودز D3, B4, C5. Begin. Remove the leftmost from open. Call it X.
حذف الـ D3 من الليست الخاصة بالopen ونطلق عليه X. If X يساوي goal, then return the path from start to X. حيث الـ X يمثل D3 والـ goal يمثل G0. D3 يساوي G0؟ لا. Else begin. Generate children of X. نولد أبناء النود D3 واللي هم C و I. For each child of X do. لكل ابن من أبناء النود D3 حيث نبدأ مع الابن C. Do case. الكيس الأولى. The child is not already on open or closed. النود C ظهر سابقا باللست الخاصة بالopen. عندها نذهب إلى الكيس الثانية. The child is already on open. If the child was reached a longer shorter path than the state currently on open. بمعنى أي من التو ستيتس الموجودة داخل اللست الخاصة بالopen تحمل أفضل هيورستيك، والمطلوب هو المينيمم هيورستيك. بمعنى أي من التو ستيتس تحمل أقل هيورستيك. Then عندها يتم الاحتفاظ بالستيتس اللي تحمل shorter هيورستيك فاليو، اللي تحمل أقل هيورستيك داخل الليست الخاصة بالopen واللي هي C2. بعدها ليس هناك أي حاجة للدخول إلى الكيس الثالثة. بعدها يتم العودة إلى الابن الثاني من أبناء النود D3 واللي هو النود I. Do case. الكيس الأولى. The child is not already on open or closed. فعلا النود I غير موجود داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. Begin. Assign a heuristic value to the child state. تعيين heuristic value للنود I واللي هو 5. Add the child state to open. إضافة I5 إلى الليست الخاصة بالopen. And عندها ليس هناك حاجة للدخول إلى الكيس الثانية أو الكيس الثالثة. And put X on closed. وضع النود D3 داخل الليست الخاصة بالclosed. Reorder state on open according to heuristic best value first. حيث سيتم ترتيب الستيتس الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen من الأقل heuristic إلى الأعلى heuristic. أي ستصبح بهذا الشكل. C2, B4, I5. And عندها سيتم العودة إلى while. While open لا تساوي list فارغة do. فعلا الopen لا تساوي list فارغة لاحتوائها على النودز C2, B4, I5. Do begin. Remove the leftmost from open. Call it X. حذف النود C2 from the list الخاصة بالopen ونطلق عليه X. If X يساوي goal, then return the path from start to X. حيث الـ X يمثل C2 والـ goal يمثل G0. C2 تساوي G0؟ لا. Else begin. Generate children of X. نولد أبناء النود C2 واللي هو F. For each child of X do. لكل ابن من أبناء النود C2 do. نبدأ مع الابن الوحيد للC2 اللي هو F. Do case. The child is not already on open or closed. فعلا النود F غير موجود داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclosed. Begin. Assign a heuristic value to the child state. تعيين heuristic value للنود F واللي هو 3. Add the child state to open. إضافة الـ F3 إلى الليست الخاصة بالopen. And بعدها لا توجد أي حاجة للدخول إلى الكيس الثانية أو الكيس الثالثة. بعد انتهاء أبناء النود C2. And
put X on closed. يتم وضع النود C2 داخل الليست الخاصة بالـ closed. Reorder state on open according to heuristic based value first. يتم ترتيب الـ states داخل الليست الخاصة بالـ open من الأقل هيورستيك إلى الأعلى هيورستيك، أي ستصبح بهذا الشكل F3 B4 I5. and يتم العودة إلى while open لا تساوي list فارغة do. فعلا open لا تساوي list فارغة لاحتوائها على النودز F3 B4 I5. begin remove the leftmost from open call it X. حذف النود F3 من الليست الخاصة بالopen ونطلق عليه X. If X يساوي goal, then return the path from start to X. حيث ال X يمثل F3 وال goal يمثل G0. F3 تساوي G0؟ لا. Else begin. Generate children of X. نولد أبناء النود F3. نلاحظ عدم احتواء النود 3 على أبناء. عندها and put X on close. يتم وضع النود F3 داخل الليست الخاصة بالclosed. Reorder state on open according to heuristic best value first. يتم ترتيب الستيت داخل الليست الخاصة بالopen من الأقل heuristic إلى الأعلى heuristic. ستصبح بهذا الشكل B4 I5. and يتم العودة إلى while open لا تساوي list فارغة do. فعلا open لا تساوي list فارغة لاحتوائها على النودز B4 I5. do begin. Remove the leftmost from open. Call it X. حذف النود B4 من الليست الخاصة بالopen ونطلق عليه X. If X يساوي goal, then return the path from start to X. حيث ال X يمثل B4 وال goal يمثل G0. B4 تساوي G0؟ لا. Else begin. Generate children of X. نولد أبناء النود B4 واللي هم النود E والنود C. For each child of X do. لكل ابن من أبناء النود B4. حيث نبدأ مع الابن E. Do case. الكيس الأولى. The child is not already on open or closed. فعلا النود E غير موجود داخل الليست الخاصة بالopen أو الليست الخاصة بالclose. Begin. Assign a heuristic value to the child state. تعيين heuristic value للنود E واللي هو 3. Add the child state to open. إضافة الـ E3 إلى الليست الخاصة بالopen. And عندها لا توجد حاجة للدخول إلى الكيس الثانية أو الكيس الثالثة. عندها يتم العودة إلى الابن الثاني من أبناء النود B4 واللي هو النود C. Do case. الكيس الأولى. The child is not already on open or closed. لكن النود C موجود سابقا داخل الليست الخاصة بالclosed. عندها لا توجد حاجة للذهاب إلى الكيس الثانية. نذهب مباشرة إلى الكيس الثالثة. The child is already on closed. If the child was reached along a shorter path than the state currently on open. بمعنى هل النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen أفضل من النود الموجودة داخل الليست الخاصة بالclosed؟ والمطلوب هو minimum heuristic. فعلا النود C1 الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen أقل heuristic هو أفضل من النود C2 الموجودة داخل الليست الخاصة بالclosed. Then begin. Give the state on close this shorter path value. Move this state from close to open. And بمعنى يتم حذف النود C2 واللي تحمل هيورستيك عالي من الليست الخاصة بالclosed. وأخذ نسخة من C1 الموجودة داخل الليست الخاصة بالopen واللي تحمل أقل هيورستيك ووضعها مكان C2 التي تم حذفها من الليست الخاصة بالclosed. عندها يتم معالجة النود C1 داخل الليست الخاصة بالopen. And put X on closed. وضع النود B4 داخل الليست الخاصة بالclosed. Reorder state on open according to heuristic based value first.
إعادة ترتيب الستيت الموجودة داخل الليست الخاصة بالأوبن، أي سيتم ترتيبها من الأقل هيورستيك إلى الأعلى هيورستيك، أي ستصبح بهذا الشكل C1 E3 I5. And عندها سيتم العودة إلى الوايل، ونستمر بهذا الشكل لحين الوصول إلى الهدف. If X تساوي goal, then return the path from start to X، حيث X يمثل G0 والgoal يمثل G0. G0 يساوي G0؟ نعم. Then عندها يتم إرجاع الباث بدءا من الستارت ستيت وصولا إلى الجول ستيت، حيث X هنا تمثل الجول ستيت واللي هو G0. ملاحظة مهمة جدا، استطاعت خوارزمية البيست فير ريسيرش من التغلب على مشاكل خوارزمية الهيل كليمينج، والسبب هو احتواء خوارزمية البيست فير ريسيرش على ذاكرة واحتوائها أيضا على باكيت تراكينج، وذلك لقدرة خوارزمية البيست فير ريسيرش على الاحتفاظ بنودز الليفلز السابقة. بمعنى استطاعت خوارزمية البيست فير ريسيرش من معالجة الآباء والأبناء بالاعتماد على الهيورستيك فانكشن.